طيب الله أوقاتكم. تكلم حتى أراك قاعدة قديمة موروثة في ثقافات مختلفة، تتحدث عن الجوهر لا المظهر، عن الأفعال لا النوايا، عن الحقيقة لا زيف الادعاء. وكلامه لا يشترط أن يكون ذلك المكون من حروف، الأفعال أيضا تدخل في ذلك القبيل، فتصبح الجملة تصرف حتى أراك. سنوات طويلة تمتد لعقود يتشدق فيها الغرب وبعض العواصم الأوروبية وحلفاؤها عن ديمقراطية تحترم الإنسان وحقوقه، لكن الأفعال تثبت زيف هذا الحديث مع شرارة التعارض بين السلطة ورغباتها من جهة والناس من جهة أخرى، فتطغى المصالح وتذهب العبارات الرنانة سدى. خشونة التعامل مع المظاهرات في فرنسا وألمانيا، تضيق الحكومات ذرعا أمام أصوات المواطنين فيلجؤون لتمرير القوانين دون تصويت أو استفتاء، وهو أمر في ظاهره قد يتسق مع الدستور والقوانين في تلك البلاد، لكن التساؤلات باتت أوضح، أين الديمقراطية؟ كان المشهد في إسرائيل أيضا يذكر بزيف ادعاء الديمقراطية، تشريعات تضمن للسلطة عدم المساءلة وتتعدى على القضاء وصلاحياته، وحين رفضت تلك التعديلات قوبلت الاحتجاجات والمظاهرات بالاتهامات والتخوين. ويبقى التساؤل، هل لدى الغرب وحلفائه ديمقراطية حقيقية أم أنه قناع سريعا ما يزال عن الوجوه حين تقتضي المصالح ذلك؟